عندي التطبيقات. والله صارت الأغراض تجي لحالها. سيكون بخير وين عمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، وش عندك أنت؟ آه شكراً، يعطيك العافية. وش ذي الورد؟ هالورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون. بعدين الورد له عدة لغات، الأحمر الحب، والأبيض للنقاء، والأصفر للبهجة. أقول ليتك جايب جح أزين. ها؟ ليتك جايب جح أزين. عموما كثر الله خيرك، ما قصرت. عامر، أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه. أبشر أبشر. وش ذا؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معه أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها، مسوي حركات تسويق وكذا، يقول أول ذبيحة الأول زبون تجي معها باقة ورد. ها أجل، وين راح أبو عبيد؟ وأنا ما قلطته. أوف، نسيته عند الباب. الله يحييك أبو عبيد، والساعة مبارك. الله يبارك في أيامك ويجعل بيتك معامر إن شاء الله. يا أبو عبيد، ما فيه داعي للكلام هذه كلها، تجيب ذبيحة وين ضيفنا؟ يا بعد حي أبو عامر، ما من كلافك، عسى الله يجمعنا على خير وسعادة. أي والله، فلو ما يضيعنا بحاجيك بوه. يا بعد حي، هي زي ريحة الورد. أم عامر، خل عن سد ذبيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه، أنا اللي بطبخ. غريبة، أعرف عمتي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم، وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة، تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جاية كخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعتها المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. والله أني كنت حاس، أجل جايب ذبيحة وورد تسوي بتضبط نفسك؟ أنا من موافق، وبقول لهم أنك عصبي وأنك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، أنت أدري أني أرمل، حالتي حالة، وبيلي مرت انتسند انتالي عمري. يا بعد حي، خلك محضر خير. أجل اسمع، أجار الاستراحة لمدة سنة مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحة كل شهر للاستراحة. تم تم. سلامات، وراك تصيح الحين، تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، أنت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا أخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبة العافية، أنا والله بعد عندي تكليمة زينة، وبعد أنت خصص الكلمة، وأنت رايج الأول والأخير. عسى خير يا أخوي. أبو عبيد يبي القرب منه ويبي الزوج سلمة. يا أخوي، الرأي الأول والأخير لك، وحنا لازم نسأل عنه. ما يحتاج تسألون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. أجل توكلنا على الله.